الخير من القاهرة والناس، نشرة صباحية جديدة إليكم أبرز عناوينها. التعاون التجاري والاقتصادي في جولة الرئيس الإفريقية. الحكومة تبدأ إجراءات تعويض شركات المقاولات. تأجيل مؤتمر الفاتورة الموحدة بقناة السويس للغد. لجان عسكرية لتسوية مواقف التجنيد للمواطنين. ختام احتفالات القاهرة الخديوية اليوم. الأقباط يلقون نظرة الوداع على مطران ميلانو. طقس مائل للحرارة حتى شمال الصعيد. وإليكم تفاصيل النشرة. يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جولته الإفريقية التي بدأها بزيارة تنزانيا ورواندا، حيث يزور أيضا الجابون وتشاد في إطار حرص مصر على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة والتنسيق قائها الأفارقة في كل المجالات، فضلا عن تدعيم التعاون على كل الأصعدة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري في ضوء الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية. ويعقد الرئيس جلسات مباحثات ثنائية مع زعماء ومسؤولي تلك الدول بهدف بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي وكيفية التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الرواندي بول كاجامي مساء أمس على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين الذين يجمعهما نهر النيل العظيم، مشيرا إلى أنه تم عقد جلسة مباحثات ثنائية لتعزيز التعاون في المجال التجاري خاصة مجالات السياحة والزراعة والطاقة، وذلك في إطار تحقيق مصالح البلدين وتحقيق الرخاء للشعبين، مشددا على أهمية تبادل الخبرات من خلال الدعم الفني، موضحا أنه تم بحث عدة مجالات أهمها الزراعة والتبادل التجاري، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد لجنة مشتركة في أقرب وقت ممكن بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك. تبدأ الحكومة اليوم وضع آليات صرف قيمة التعويضات لشركات المقاولات العامة التي تضررت جراء تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي. كانت شركات المقاولات قالت أنها تكبدت نحو مليار جنيه فروق أسعار منذ قرار تعويم الجنيه، ومن المقرر أن يتم الصرف للشركات حسب حاجة كل شركة وقيمة التعويض عقب وضع الصيغة التنفيذية لقرار الحكومة. يعقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس غدا الخميس مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الفاتورة الموحدة والتخفيضات التي سيتم تطبيقها في الموانئ البحرية، وذلك بحضور رؤساء الموانئ وقيادات هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية. ومن المقرر أن يعلن الوزير آلية العمل بنظام الفاتورة الموحدة بدلا من الفواتير المتعددة التي كانت تلزم ملاك السفن والخطوط الملاحية بتسديدها لجهات حكومية مختلفة في مصر. وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقرر عقده صباح اليوم إلى الغد بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية. دفعت القوات المسلحة بلجان عسكرية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين بالمحافظات والمناطق النائية من أبناء شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح وحلايب وشلاتين وأبو رماد ووادي علاقي، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم دون مقابل مادي. كما تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة عبر شبكة الإنترنت يوضح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبلين على التجنيد من كل الفئات والخدمات التجنيدية المقدمة للمواطنين داخل وخارج الوطن، إضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة على الإنترنت للرد على كل الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين داخل وخارج أرض الوطن. يشهد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم الحفل الختامي بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيس القاهرة الخديوية، ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد من الوزراء والشخصيات العامة. وسيتضمن الحفل إعلان نتيجة مسابقة التصوير الفوتوغرافي لعمارة القاهرة الخديوية بالإضافة إلى تدشين الطابع البريدي والعملة التذكارية،
التي أصدرتهما المحافظة بهذه المناسبة، وعروض فنية واستعراضية تقدمها فرق الفنون الشعبية. تستضيف اليوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري معسكر التدريب الصيفي للطلاب والطالبات الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر على مدى 4 أيام، ويشارك فيه 115 طالبا وطالبة من 17 دولة. وقد تم اختيار الأكاديمية كونها تمثل صرحا علميا وتعليميا وواحدة من المنظمات العربية المتخصصة الناجحة، حيث يتخرج سنويا من كلياتها المختلفة المئات ممن تم إعدادهم من خلال برامج متطورة وفقا لأعلى معايير الجودة. قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضع جثمان الأنبا كورولوس مطران ميلانو بكنيسة دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين اليوم، حتى يتمكن شعبه ومحبيه من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه. وذكر بيان الكنيسة أن إلقاء النظرة الأخيرة سيبدأ من 8 صباحا وينتهي في 7 مساء بتوقيت إيطاليا. كان الأنبا كورولوس قد رحل بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 65 عاما. أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائي اليوم عن منطقة مجاويش بمدينة الغردقة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج على البحرين فيهما ما بين 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.